دون مجاملة أو مراوغة، تصريحات روسية تصف وجود القوات التركية على الأراضي السورية بالاحتلال، مؤكدا المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف أنه السبب الرئيسي الذي يمنع التطبيع بين الحكومة السورية والنظام التركي. شخصيا أنا أعتقد أن السبب يعود إلى عدم رضا روسيا بخطط تركيا لبدء العملية العسكرية التركية المرتقبة في شمال شرق سوري، وهذا الأمر ليس في مصلحة الروس. هذا يعني أنها لا توجد هناك الظروف بالفعل للتواصل بين الرئيسين. هناك كل طرف يريد أن يحصل الماكسيموم، الحد الأدنى من موقفه. لافرنتييف رغم إشارته إلى إبقاء القنوات الدبلوماسية التركية السورية مفتوحة، إلا أنه طالب أنقرة بضمانات معينة بشأن الانسحاب لتوافق دمشق على بدء الحوار، وموسكو نفسها ترى أن التصعيد العسكري في شمال وشرق سوريا يؤدي لزعزعة الاستقرار في المنطقة، ودائما ما تدعو الأطراف إلى التهدئة. المبدأ الرئيسي في للدبلوماسية الروسية على مدار عقود هو حل المشكلة الكردية في هذه الدول بالتنسيق مع الحكومات الرئيسية. يعني روسيا دائما تقول نحن معكم، ولكن من فضلكم حلوا مشاكلكم مع الحكومة الرئيسية، مثلا في بغداد، وحدث ذلك حتى في أيام صدام حسين وكان هناك الحكم الذاتي، ولكن في سوريا هناك الوضع يختلف، الوضع غير ذلك. جاء الموقف الروسي الحاد بعد إصرار رئيس النظام التركي رجب أردوغان على لقاء الرئيس السوري بشار الأسد، رغم أنه لقاء يبدو بعيد المنال، وخاصة بعد قمة الرياض التي اجتمع فيها الخصمان دون وجود أي بوادر للقاء محتمل، إلا إذا امتلكت روسيا وسائل الإقناع المناسبة. حدة اللهجة الروسية تجاه تركيا تشير إلى موافقتها الضمنية على شروط الحكومة السورية بانسحاب الاحتلال التركي من أراضيها، وهو ما يعني أن التطبيع بين دمشق وأنقرة ليس بالقريب، رغم أن موسكو أولا وآخرا تبحث عن مصالحها التي يلبيها هذا التطبيع. مرام حمصي، اليوم، موسكو.